ومن غزة ينضم إلينا محمد أبو ناموس مراسل الغد. أهلا بك محمد، ضعنا في صورة الأجواء لديك والاستعدادات المصاحبة للمشاركة بمسيرات العودة. نعم لينا، يستعد الفلسطينيون في هذه الجمعة 31 منذ بدء مسيرات العودة حتى هذه اللحظة. هذه الجمعة التي أطلقت عليها الهيئة القيادية العليا اسم غزة صامدة ولن تركع، حيث يستعد الفلسطينيون للمشاركة في هذه الجمعة، خصوصا أنهم قد دفعوا ثمنا باهظا منذ بدء هذه المسيرات حتى هذه اللحظة، رغم ممارستهم لفعاليات هذه المسيرات بشكل سلمي وسلمي بحت، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قد أطاح بأكثر من 218 شهيد منذ بدء هذه المسيرات حتى هذه اللحظة، وأيضا أكثر من 20,000 مصاب، منهم حالات كبيرة وكثيرة كانت بالبتر، وأيضا الحالات الخطيرة، ومنها العديد من الحالات التي تعاني الأمرين، وذلك لنقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الفلسطينية داخل قطاع، نظرا للحصار الإسرائيلي الذي يفرض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام. كل هذه العوامل لم تغير من تفكير الفلسطينيين في المشاركة والمضي قدما في المشاركة في مسيرات العودة الكبرى. على أي حال، الهيئة القيادية العليا وعلى لسان السيد خالد البطش مسؤول الهيئة القيادية العليا تحدث قائلا بأن الاستمرار والالتفاف الجماهيري حول هذه المسيرات يعني أن الشعب الفلسطيني يلتف حول فكرة مسيرات العودة وسلمية مسيرات العودة، وأن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ترهيب وتعذيب وأيضا قتل بشكل مباشر للفلسطينيين، هذا لن يثنيهم عن المواصلة بطلب حقهم العودة لديارهم الذين هجروا منها عام 48، بالإضافة لكسر الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 11 عام. من المتوقع أن يكون هناك في هذا اليوم زخم وحضور جماهيري في فعاليات هذا اليوم، خصوصا وأن هناك الوضع رهان على كبير الحدود. على هل هنالك أي حشد لافت لقوات جيش الاحتلال على الحدود تأهبا لهذه المسيرات المتوقعة اليوم أيضا محمد؟ يعني لينا، حتى هذه اللحظة لم تبدأ فعاليات المسيرات، ولكن في كل جمعة يستغل الاحتلال الإسرائيلي فترة الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، ويقوم بالتحشيد العسكري من خلال وجود القناصة الإسرائيلية وأيضا وجود العديد من الجنود الإسرائيليين خلف المختفيين خلف الأرتال الرملية، لكي يحاولوا بقدر المستطاع قمع أكبر عدد ممكن من هؤلاء المشاركين في هذه المسيرة. على أي حال، يعني هذه المشاهد ربما خلال أسبوع رصدناها ورقبناها في أكثر من مرة، هناك تعزيزات عسكرية، هناك أيضا تجديد للأرتال الرملية التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتجديدها بين في فترة هذا الأسبوع، بالإضافة أيضا للأسلاك الشائكة التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتجديدها في كل مرة يحاول الشبان الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة الكبرى بقص هذه الأسلاك وجرها إلى الأراضي داخل قطاع غزة. قبل يومين حاول الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى حدود القطاع وإعادة هذه الأسلاك من جديد، بالإضافة إلى تعزيز التواجد والسواتر الرملية في تلك المنطقة. أشكرك جزيلا محمد أبو ناموس مراسل الغد من غزة.